السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نتعرف باسم حضرتك من أي دولة؟ عبد العزيز عباس من السعودية. أهلا وسهلا أستاذ عبد العزيز. أول مرة بتشارك معنا في معارض تراب؟ أول مرة هي. حابين نعرف رأيك بفعاليات المعرض؟ والله إلى الآن صراحة اندهرت من المعرض، في أشياء طيبة ولقيت أشياء في مجالي كمهندس معماري. طبعاً إحنا في السكشن حق المهندسين ف it's very interesting. الشركات التركية العارضة كيف عم يكون التعامل معها؟ هل هي عم تحسن التعامل معها بسهولة؟ هل رأيك بشكل عام يعني؟ الصراحة دالحين 3 سنوات بتعامل مع الشركات التركية، very professional، clean products، الوارنتي حقها عالي ومتينة موادها، ف it's great. إن شاء الله بالتوفيق المستمر لكم. الله يخليك، تسلم.